شكرا جدا حسن بيه راتب اخونا الغالي العزيز اللي دايما داعم للدوله المصريه وتوجهاتها، دايما لك الرياده في دعم او في الوصول لحلول مبتكره وحقيقيه وفعاله، دايما بنلاقيك كده. متشكر جدا لدعوتك الكريمه، متشكر جدا لحسن بيه الراجل المجتهد صاحب التجربة العظيمة. بجد الوكالة عاملة دور مهم جدا لنقل صورة مصر وشكل مصر وواقع الشعب المصري للمجتمعات الأفريقية وللشعوب الأفريقية. دي الرسالة اللي لازم نخرجها من هذا اللقاء، لازم يبقى عندنا منتج من لقائنا ان احنا محتاجين رسالة واحدة موحدة لكل الشعوب الأفريقية بتقول سلام، بتقول محبة، بتقول شكل بنتمناه كلنا في معيشة احنا محتاجينها. شعوبنا محتاجة مننا رسالة واحدة واضحة وصريحة ان احنا كشعوب بنحب بعض ونفسنا في حياة اجود ونفسنا في شكل حياة يسمح لنا بالتنمية ويسمح لنا بالتطور والتقدم. رسالة الدولة المصرية دايما من خلال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة الشراكة من أجل التنمية، وبنلاقيها دايما في خطاباته، ودي اللي بموجبها قامت مؤسسة أو الوكالة، ودي تقريبا يعني بنتجه نحو تحقيق الهدف. بس طبعا المشوار طويل، كلنا هنشارك فيه، كل الشعوب الأفريقية لازم يكون لها دور. مصر متجهة باتجاه سريع وبعنف ناحية الدول الأفريقية، وامنيتنا كلنا ان احنا نعيش حياه كريمه افضل. رسالتي للاعلام المصري، احنا افارقه، لازم نلاقي الرساله دي دايما في لغتنا الاعلاميه للوطن وللشعب المصري عشان يبقى اتجاههم الدائم ناحيه افريقيا. احنا عندنا الرغبه دي ورغبه حقيقيه، لازم نلاقيها في الاعلام، لازم نلاقيها في التعليم، لازم نلاقيها في الجوامع وفي الكنائس. الشعب المصري بيحب الشعوب الأفريقية، والشعب المصري بيحب الدول الأفريقية، وده اتجاهنا، فلازم كلنا نوصل الرسائل دي. برضو شكل الإعلام اللي أنا بتمنى منه شكل بناء أكتر. في الفترات اللي فاتت كان إعلامنا موجه علينا، احنا عايزين إعلام تنموي، عايزين إعلام يجمع ما يفرقش، عايزين إعلام يوصل رسائل مفيدة للمجتمع. الإعلام اللي هينجح اللي هيقدر يتواصل مع المجتمع بشكل جيد ويحقق معاه نتيجه في التنميه ونتيجه في شكل حضاري احسن. ده دورنا كلنا اللي المفروض نشتغل عليه ويكون لنا دور فيه، ونتمنى لينا كلنا حياه جيده ووطن وعالم امان وسلام. شكرا.